مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل العجينة اليابانية. تعالوا نشوف المقادير. كوباية دقيق، ممكن دقيق المخبوزات أو دقيق متعدد الأغراض. على كل كوباية دقيق كوبايتين مية. ده كل مكونات العجينة اليابانية. بعد ما أعمل العجينة اليابانية ممكن أقسمها لثلاث مرات، في كل مرة أستخدمها في أي نوع من العجائن. قبل ما أبتدي هجهز العلب أو الأطباق اللي أنا هشيل فيها العجينة، لأن زي ما اتفقنا دي تكفي ثلاث مرات. تعالوا نشوف الطريقة. هجيب حلة متوسطة بحيث أنها تكفي كمية الدقيق والمية. قبل ما أولع النار لازم أقلب الدقيق مع المية كويس قوي. الأول هضيف المية وبعدين احط عليها دي واقلبها كويس قوي قوي. وبعد كده ابتدي اولع النار على درجة حرارة متوسطة واقلب باستمرار لحد ما العجينة تبقى سميكة وتعمل خطوط كده، هنشوفها دلوقتي. وفي نفس الوقت ما استناش لما تغلي، لان لو غليت مش هتنجح، لازم توصل لدرجة حرارة تقريبا 65. لكن لو ما عندناش ترمومتر، مجرد ما ابتدت تدخن ولونها يبقى شفاف هطفي على طول وابعدها عن النار. هولع دلوقتي النار وابتدي اقلب على طول. وانا شغالة لو حسيت انها ابتدت تكلكع مني ابعدها عن النار على طول واقلبها كويس وارجعها تاني، واقلب بسرعة. اول ما احس انها ابتدت تبقى سميكة هي كده زي ما احنا شايفين تخنت. وهعرفها ازاي؟ وانا بلف كده بتعمل خطوط، هطفي النار على طول وابعدها عن النار، ما استناش لما تغلي. هستنى لما تهدى شوية، مش تبرد، تهدى شوية عشان اعرف اقسمها. وفي نفس الوقت من ان لاخر اقلبها عشان ما تعملش وش. هي تقريبا كده هديت خالص. هبتدي اقسمها. وبعد كده هشيل العجينة في التلاجة. هي تقريبا هديت، بس عشان اشيلها في التلاجة لازم اغطيها عشان ما تعملش وش من فوق. اغطيها ببلاستيك راب بحيث ان هو يبقى مباشر على العجينة، يغطي السطح كله تقريبا، وبعد كده غطيها عادي من فوق. وعلى طول اشيلها في التلاجة. بعد ما نحطها في التلاجة ممكن لحد 3 ايام بس مش اكتر، لان بعد كده بتحمض. الكمية دي من العجينة اليابانية اللي هي تعتبر اكنها تلت كوباية دقيق، هستعملها مع 3 كوباية دقيق ونص. العجينة اليابانية هستخدمها في ايه؟ في جميع انواع الفطائر، سواء الفطائر الحلو او الحادق، وفي نفس الوقت ممكن نستعملها في البيتزا. في الوصفة الجاية ان شاء الله هنشوف اكتر من طريقة لاستخدام العجينة اليابانية. زي ما احنا شايفين الطريقة بسيطة وسهلة جدا، حاولوا جربوها وان شاء الله تعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.